السلام عليكم. أشار السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر إلى أنه تفاءل باجتياح الحوثيين صنعاء وإلى أنه كان سيمنحهم عرفاناً، لكن العرفان لم يكتمل. يقول تولر في تصريحاته الصحفية بعد ذلك: اتضح أنهم أصبحوا أسوأ من النخبة الفاسدة التي زعموا أنهم يريدون محاربتها. بهذه الجمل القصيرة يتضح الموقف الأمريكي من الانقلاب الحوثي على اليمن، الانقلاب الذي نتج عنه سقوط الدولة وانهيار البلد كلياً. يأتي تصريح السفير الأمريكي لدى اليمن ليكشف الكثير من التباينات حول الأزمة اليمنية. تقف أمريكا والكثير من الدول موقف المراقب للأحداث لتأتي تداخلاتها لحفظ توازن الصراع. تحدث السفير عن الطموحات الإيرانية التي تبحث عن موطئ قدم لها في اليمن، وأن اليمن بلد لا يستحق أن يكون فقيراً، ويلقي باللوم هنا على القيادات والميليشيات التي تتاجر بفقر اليمنيين ودمائهم ومستقبلهم أيضا. كما قال إن جوهر المشكلة اليمنية هو الصراع على السلطة بين الأطراف المختلفة، وأضاف أن الأطراف ليسوا مجرد اثنين بل هم مجموعات متنوعة. وفي النهاية للتوصل إلى حل دائم يتطلب الأمر من جميع المجموعات التخلص من طموحها للهيمنة الكاملة على جميع اليمن. هذا الأمر يلقي بظلال ثقيلة على مستقبل اليمن، إذ كيف يمكن تمكين ميليشيات الحوثي من السلطة أو جعلها شريكة بها بعد كل هذه الجرائم؟ وكيف يمكن للشرعية أن تصبح بحسب السفير مجرد طرف في صراع سلطة وهيمنة؟ حول هذه التصريحات وهذه التناولات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. سيكون معي في الاستوديو للنقاش المحلل السياسي الأستاذ أحمد الزرقاء. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش في هذه الحلقة، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. من الجبال قدموا لإنهاء الفساد، انطلت اللعبة وامتد الحبل طويلا ليلتف حول أعناق اليمنيين. غير أن ما هو لافت اليوم بعد ثلاث سنوات حرب هو اعتراف سفير أمريكا لدى اليمن ماثيو تولر بموقفه من الانقلاب، حين قال إنه كان على وشك منح الحوثيين اعترافا بالثقة عقب دخولهم صنعاء لكونهم يريدون محاربة النخبة الفاسدة في اليمن. غير أن العرفان لم يكتمل، فقد اتضح للسفير بحسب زعمه أن الحوثيين أصبحوا أسوأ من النخبة الفاسدة التي زعموا أنهم يريدون محاربتها عندما دخلوا صنعاء عام 2014. لم تقتصر المشكلة على اليمنيين وحدهم، إذ كانت واشنطن كغيرها من الدول الإقليمية والدولية داخلة في حلبة الصراع المر الذي ذاقه اليمنيون طيلة ثلاث سنوات. الاعترافات المتأخرة لسفير واشنطن لدى اليمن جاءت في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط في الرياض، وأوضح خلالها أيضا أنه لم يشعر ولو للحظة واحدة بالندم على موقفه الداعم للميليشيا وإسقاط الدولة اليمنية، بل راح يوزع اتهامات الفساد للشرعية في المناطق المحررة، وهو يعلم أن الشرعية ليست هي صاحبة القرار فيها بوجود الإمارات والفصائل التابعة لها. السفير الذي كان على وشك الاعتراف بالحوثيين لم يخفي مخاوفه أيضا من مغبة تحول المشروع الإيراني الذي يمثله الحوثيون إلى نسخة أخرى من تنظيم القاعدة الإرهابي على غرار ما حدث في أفغانستان، ويضيف: فشعاراتهم هي الموت وأفكار القتل باسم الدين تتطابق في هذه الحالة. تلك إذن رؤية جديدة، لكنها في حقيقة الأمر لا تتناسب والموقف الأمريكي تجاه ميليشيا الحوثي، فما زالت اليد الأمريكية هي الطولة في رسم قواعد اللعبة وحدود السيطرة في المأساة اليمنية، وما زالت ترى في الحوثي فاعلا لا يجب خروجه من المشهد اليمني. اعتراف يحمل أمريكا والمجتمع الدولي جزءا من المأساة اليمنية، خصوصا مع إصرار بعض الأطراف الدولية على الحيلولة دون استكمال تحرير بقية المدن اليمنية كمحافظة الحديدة والعاصمة صنعاء. علاقة ملتبسة بين الحوثي وممثلي واشنطن في اليمن سبق وأن لخصها السفير الأمريكي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين، حين قال إن شعارات الموت لأمريكا لا تستهدف في حقيقة الأمر غير جمهور الحوثي وأتباعه، فيما يعمل عدد من قيادات الميليشيا ورموزها كمخبرين لدى سفارة واشنطن وفروعها الاستخباراتية.
جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب ضيفي هنا الأستاذ أحمد الزرقة المحلل السياسي. أهلا بك مجددا أستاذ أحمد. إذن الآن ما تحدث به ماثيو تولر، لماذا يعد بالنسبة للصحافة أو للسياسة في اليمن أمرا ذا قيمة؟ أولا هو جاء من شخصية تعتبر هي المعنية بالملف اليمني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هو سفير الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من كان متواجدا أثناء اقتحام آل الحوثيين للعاصمة صنعاء، وقال أنه كان على تواصل مع الحوثيين، وحتى الحوثيين عندما اقتحموا صنعاء كان محمد عبد السلام ناطق باسم ميليشيا الحوثي يصرح لوسائل الإعلام أننا دخلنا صنعاء بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وهذا ما حدث فعلا عندما لم يكن هناك موقف قوي وحقيقي يدين هذا الاجتياح وإسقاط الدولة. اليوم الحديث يؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تواطأت هي ودول الإقليم بشكل كبير جدا في إسقاط الدولة اليمنية والسماح للحوثي بدخول صنعاء تحت ذرائع واهية، يعني وهو أيضا جزء وهو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. نكون العالم أو هذه الدول دعمت ميليشيا للانقلاب على الدولة، وباعتقادي أن هذه هي جريمة أخلاقية وجريمة سياسية. اليوم يكشف عنها السفير بهذه الخفة، وأن تمر مرور الكرام ولا نشهد تعليق من الحكومة اليمنية أو من أي طرف فاعل داخل هذه المنظومة الحكومية يشير إلى أن هناك فعلا كان حجم الضغوط أكبر من أن تقوم هذه الحكومة نقول المنكسرة بإدانة هذا السلوك. وهو أيضا يؤكد على أن العمل الذي كان في صنعاء بالنسبة للسفارة الأمريكية كان عمل استخباراتي وليس عمل سياسي. منحوا الحوثيين الغطاء، ولاحظوا أنه حتى بمجرد دخول الحوثيين إلى صنعاء في يوم نفس يوم الدخول كانت لم يكن هناك استنفار بالنسبة للسفارة الغربية وحتى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. بعدها بدلا من أن يتم معالجة الوضع قرروا ترك العاصمة صنعاء للحوثيين وانسحبوا دون حتى إصدار بيان، ولاحظنا أنهم حتى سلموا سياراتهم وسلموا الأسلحة للحوثيين، وهذه واحدة كانت من الأشياء الغريبة. وبالتالي عندما يتحدث اليوم بالسفير بهذه هو ما زال سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية، وهو أيضا في المقابلة هذه ذكر أنه يمتلك الولايات المتحدة تمتلك أوراق للضغط على الحكومة اليمنية من أجل التسوية السياسية، ولكن لم يتحدث عن أي أوراق على الانقلابيين، وكأن الحكومة هي الطرف الانقلابي وكأن الحوثي هو الطرف الشرعي. وبالتالي هذا ربما ما شاهدناه خلال الفترة الماضية. الموقف الأمريكي كان لديه اشتراطات منذ اليوم اللحظة الأولى لعمليات بدء عمليات عاصفة الحزم، وكان هناك تصريحات من الناطق باسم التحالف السابق عسيري يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الدولية منعتهم من دخول صنعاء أو قالت أن صنعاء خط أحمر. وبالتالي لاحظنا أنه هذه الضغوط تصب تجاه الحكومة لكن لا تصب تجاه الحوثيين. أيضا ما يحدث من السماح أيضا بعرقلة أداء نشاط الحكومة في المناطق المحررة، وقف ميناء النشاط ميناء عدن لصالح استمرار والضغط وبقاء ميناء الحديدة، هذه جميعها مؤشرات على أن هناك الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعتبر الحوثي حليف استراتيجي، وربما هي كانت أعلنت عنه في مرحلة ما قبل 2014 عندما كانت تقول أن الحوثي هو حليف محتمل للحرب على الإرهاب أو حرب ضد القاعدة. وشاهدنا في بداية بعد الانقلاب الطائرة الأمريكية تساند الحوثيين في البيضاء وفي غيرها وتقوم بقصف المقاومة، وأيضا تحت حجة أن هذه تحركات للقاعدة. وبالتالي هناك علاقة ملتبسة بين الحوثيين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هذا كان بشكل جلي واضح في تقرير أصدره عدد من قيادات ميليشيا الحوثي وبينهم أيضا شخصيات مدنية من الجناح الناعم لميليشيا الحوثي تذكر تحذر الولايات المتحدة الأمريكية من نشاط للقاعدة، وكان من بين أبرز هؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم الذين وردت أسمائهم في التقرير حسن زيد وتقريبا أمل الباشا وعلي سيف حسن، وهؤلاء مجموعة ممن لديهم صلات معينة بالحوثيين.
وكان هذا يعني في الوقت التي كان يعني يتم التعامل مع الانقلاب من قبل الأطراف الدولية، لكن إلى الآن لم يتم تسمية الحوثيين كجماعة إرهابية رغم عشرات أو مئات الانتهاكات في حق الصحفيين، تفجير المنازل، الاختطافات، الاعتقالات، رغم الانقلاب أيضا، بجرم الانقلاب إلى الآن لا يصنفوا، لا يتم التعامل معهم كانقلابيين، بل يتم التعامل معهم كطرف سياسي. لاحظنا أنه حتى تم الضغط على دول التحالف إلى حد ربما إلى حد كبير، إن كان جائزا أن يقول أنه تعرضوا لضغط. لم يتم استهداف أي من قيادات الانقلاب، ولم يتم أيضا استهداف التحركات سواء الفعاليات العسكرية وغيرها. لاحظ أن هناك ضوء أخضر، حتى التحركات اليوم الحوثيين، وفد الحوثيين يغادر صنعاء، مطار صنعاء بطائرات خاصة، تأتي له طائرات خاصة ويغادر ويذهب في جولات الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، ويتم التعامل معه بندية ويجلس في الحوار. ومع ذلك الجميع الآن يريد أن يكون الحوثي هو الطرف الشرعي في هذه المرحلة. وهناك أيضا ترتيبات تقوم بها الدول، حتى الإمارات والسعودية ومن بينها دول أخرى، لمحاولة إحياء دور أسرة المخلوع صالح. وملاحظ أن هؤلاء لديهم قرارات أممية، لكن مع ذلك يتم التقابهم من قبل عدد من المسؤولين في السفارات، والتعامل معهم كأنهم سلطة، أنهم بديل للسلطة الشرعية. طيب الآن يعني هذا الحديث حول الدور الأمريكي كان متواجدا في لدى الناشطين ولدى الصحفيين اليمنيين، وكما تفضلت أنت بالحديث عن موقف الناطق باسم الميليشيا وموقف المجتمع الدولي منها، لكن لماذا جاء الآن هذا التصريح من السفير الأمريكي؟ ما دلالة التوقيت؟ الآن التوقيت له علاقة ربما بترتيبات جديدة للمرحلة. باعتقادي أن الحديث الآن خاصة مع المشاكل التي تعرض لها الحكومة الشرعية، مع محاولة التقارب مع نجل صالح، مع أيضا الحديث عن دور المجلس الانتقالي، مع يعني هناك أكثر من سيناريو واضح. هناك من يريد اليوم أن يقول أن ميليشيا الحوثي كانت هي المرشح للعب دور بديل للحكومة الشرعية، ولكنها خرجت أو تجاوزت الحدود المرسومة لها. ولكن ويقول أيضا أنهم الآن باتوا أكثر فسادا من النخبة الفاسدة التي يريد يعني التي كان من المفترض أن يخرجوا عليها. هذه هي جزء من التناقضات الغريبة في الموقف الأمريكي. يعني حتى عندما اكتشفوا أن هذه الانقلاب لم يسموه، حتى للآن السفير في هذه المقابلة لم يسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية، لم يذكر على الحوثيين أنهم انقلابيين، لم يذكر أنها ميليشيات، لم يذكر أيضا أنها خارجة عن القانون. وبالتالي ما زال هو فقط انتقد موضوع الفساد، لكنه ما زال يراها أنها كانت إلى حد ما جديرة بالتعامل معها. وهذه أيضا إشكالية تكشف أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية لها ليست هذه الحالة الأولى التي تدعم فيها انقلاب ضد الأنظمة، لكن لديها حالات كثيرة من التدخل السياسي سواء عسكريا أو دعم الانقلابات سياسيا، سواء في اليمن أو في غير في اليمن، هناك في العراق، هناك أيضا حالات مشابهة في أمريكا اللاتينية، والتاريخ معروف. وبالتالي هو التاريخ واضح أن هذه السياسة الأمريكية القائمة على خلق التناقضات، وبالتالي اليمن ليست لم تكن هي الأصل في السياسة الأمريكية، لكن باعتقاد أن اليمن دخلت على هامش الأزمة، على هامش العلاقات الدولية، إعادة ترتيب المنطقة من جديد، إعادة كما يسمى نشر الفوضى الخلاقة. وكانت اليمن ضمن هذه المنطقة، بدأت هذه النظرية التي بدأت في العراق وانتشرت وذهبت تمددت إلى سوريا، وكان مفترض أن تذهب باتجاه إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد، وذهبت باتجاه اتجاهات كثيرة جدا، من ضمنها كان إعادة توزيع أو إعادة تقسيم المملكة العربية السعودية ما بعد عرف ما بعد 2001 بعد أحداث سبتمبر. وبالتالي نحن أمام سيناريوهات لإعادة تشكيل المنطقة، لكن اليمن دخلت بطريقة أو بشكل أو بآخر، كان هناك ميليشيا الحوثي أوجدت هذا المبرر لدخول اليمن في خط الأزمة الدولية. أيضا باعتقادي أن استمرار الأزمة أو دعم الأزمة اليمنية كان أيضا كان أو دعم الانقلاب كان فيه شراكة إقليمية، كان هناك
دور واضح للسعودية، كان هناك أيضا دور واضح للإمارات، وبالتالي اليوم المملكة المتحدة الأمريكية تستثمر ما يحدث في اليمن بشكل واضح من خلال ابتزاز الأنظمة في سواء السعودية أو حلفائها. وسنعود ربما لنقطة الحديث على يعني أمراء الحروب التي تحدث عنها ماثيو تولر بنفسه، لكن دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ أحمد الخبير العسكري اللواء محسن خصروف الذي ينضم لنا عبر الهاتف من مأرب. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بكم. حياكم الله. إذن سيادة اللواء، كانت هناك تصريحات لقيادات عسكرية أن عدم التقدم نحو العاصمة صنعاء هو خط أحمر أمريكي، لماذا برأيك تفعل أمريكا ذلك؟ سيادة اللواء، تسمعني سيادة اللواء؟ إلى حين حل إشكالية في الصوت أعود إليك أستاذ أحمد. كنا نتحدث على نقطة أمراء الحروب، هناك تقارير لمنظمات حقوقية ربما منها أوكسفام تتحدث على أن ربما من أكثر الدول التي تبيع الأسلحة للمملكة العربية والسعودية هي بريطانيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. للمفارقة السفير الأمريكي يتحدث عن أمراء الحروب، من استفادوا من هذه الحرب، هل هي مفارقة أن تكون دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد لكنها معنية فقط في التصريح والضغط على الأطراف المحلية؟ بالتأكيد العلاقة الدولية لا تديرها الأخلاق وإنما تديرها المصالح. الولايات المتحدة الأمريكية هناك هي من أكبر موردي وبيع الأسلحة في العالم، تليها أيضا بريطانيا، وهناك ضغوط كبيرة جدا، هناك أموال كبيرة، هناك استثمارات، هناك أيضا لدينا رئيس يتعامل بعقلية التاجر والمقصود به ترامب، وليس لا لا لا, لا توجد يعني حتى فيما يتعلق ببيع الأسلحة لا توجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي حرج سياسي فيما يتعلق ببيع الأسلحة للسعودية ومن ثم إعادة استخدامها في اليمن. ولاحظنا أن هذا هو أصلا جزء من الاقتصاد أو النظرية الرأسمالية النظرية الأمريكية، ليس هناك أي محاذير فيما يتعلق ببيع الأسلحة. لكن الغريب هو أيضا أنه استخدام اليمن فقط كأداة لابتزاز الخليج، لابتزاز الدول السعودية وغيرها. لكن اليوم هناك ربما علاقات أخرى ملتبسة، يعني هناك اليوم محاولات إيجاد شرطي جديد للمنطقة، وتقوم محاولات قيام الإمارات بهذا الدور، وهي تقوم بحرب بالوكالة، سواء شاهدنا خلال الفترة الماضية توقيع اتفاقيات لمحاربة الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في اليمن، وتم على بناء على تلك الاتفاقية يعني وذلك التعاون تنفيذ عدد من العمليات بالشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات. يعني الإمارات كطرف إقليمي أفهم منك، والحوثيين كطرف محلي، باعتبار أنهم دوما ما يتحدثون بهذه أو يعني يعلقون الكثير من الحديث حول مكافحة الإرهاب والدواعش إلى آخره. نحن نتحدث اليوم عن دورين، عن علاقة ملتبسة. أول شيء الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقات بأطراف محلية، سواء علاقتها بالحكومة أو علاقتها بالحوثيين. طبعا العلاقة مع الحوثيين ليست علاقة مباشرة، لكن هناك علاقة غير مباشرة تتعلق بعرقلة أو إعاقة أي قرار سياسي أو إقليمي لإدانة الميليشيا، أيضا لتوسيع العمليات، لتجفيف منابع الاقتصاد التي تسيطر عليها الميليشيا، كما شاهدنا عندما تم وقف عمليات الساحل الغربي واشتراط عدم المساس أو عدم إقفال ميناء الحديدة. ولاحظ أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتركيب رافعات لميناء الحديدة، واعتبرت من أن ميناء الحديدة خط أحمر، حتى أنها هددت بأي تقدم باتجاه ميناء الحديدة سيتم قصفه بالطائرات الأمريكية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح معينة، هي لا تريد إنهاء الحوثي كقوة موجودة في اليمن. ربما هذه أيضا جزء من ترتيبات حلفائها في المنطقة، قد تكون الإمارات لديها اشتراطات أيضا بهذا المجال. ولاحظ أنه هناك من يريد أن يبقى الحوثيون موجودين في الساحة كطرف سياسي، يتم حتى الولايات المتحدة الأمريكية عبر كضيف، ربما كان نبيل خوري يتحدث قبل فترة على الجزيرة وحتى ربما على قناة بلقيس أن الحوثيين طرف مكون من هذا المجتمع ويجب أن يظلوا كذلك، وبالتالي لا أحد يتحدث عن الجرائم لكن يتحدث عنهم كطرف سياسي. وهذه هي تناقضات الموقف الأمريكي، التناقضات الأخلاقية لهذا الموقف. أنت تدعم ميليشيا في مواجهة الحكومة، ومن ثم تريد أن تبقى هذه الميليشيا. باعتقادي لو كانت هذه الميليشيا موجودة في أمريكا أو موجودة في أي دولة من الدول أو أي ميليشيا تحاول أن تهدد هذا النظام لن يكون
يكون هذا موقف نبيل خوري او موقف يعني الان لدينا الآن موقف رسمي المواقف. اليوم نعم. نحن لدينا الان يعني يعني هو الان ينضم الينا الان دبلوماسي الامريكي السابق في اليمن السيد نبيل الخوري. استاذ احمد دعنا نشكه في نقاش. مساء الخير بدايه استاذ نبيل. اهلا اهلا مرحبا حياكم الله. اذا استاذ نبيل يعني الان الكلام عندما كان الحديث في الصحافة ربما في المؤتمرات عن الدور الحوثيين كان الأمر ربما مفهوما أو متقبلا، لكن عندما يأتي كلام من سعادة السفير الأمريكي ماثيو تولر في اليمن يقول في أن أو يشير إلى أن واشنطن تشعر بالعرفان تجاه ما قام به الحوثيون في 21 سبتمبر، كيف يمكن فهم أن تدعم دولة ديمقراطية كبرى في العالم ما يمكن يعني ما هو انقلاب عسكري في دولة ديمقراطية ناشئة مثل اليمن؟ أنا يعني قرأت تصريحه ووجدت فيه يعني نوعا ما إشارات إلى الحوثيين وأطراف أخرى لكي يساعد على تحقيق السلام، وربما هذا ما كان يرمز إليه بأنه الحوثيين كان لهم أحيانا تصرفات مقبولة أو مسؤولة، ولكنهم تطرفوا أو انحرفوا عن هذا التصرف. ولا أعتقد أنه يشير إلى الانقلاب، لأنه يعني أمريكا موقفها الرسمي هو أنه الانقلاب كان خطأ وأنه يجب أن يتم الرجوع عنه بطريقة أو بأخرى. يعني أظن أنه كان يحاول أن يكون متوازن، وأعتقد من ناحية إيجابية أنه تفاؤلوا بأن الحل السياسي ممكن في اليمن، وأنه أمريكا ممكن أن تلعب دورا أكبر في عملية السلام. كل هذه إيجابيات يعني شيء جيد، ولكني بالواقع لا أتفائل كثيرا هنا، لأنه أعتقد عندما ننظر إلى الصورة الكبرى وهو يبدأ حديثه باللوم إلقاء اللوم على إيران وأنها تتوسع في المنطقة وأنه للسعودية الحق في أن تكون قلقة من هذا التوسع، كل هذا إشارات غير جيدة. يعني لأن إذا كان اللوم كله على إيران معناها هذه الحرب لن تنتهي، فيعني إيران عندها سياساتها المعروفة في المنطقة ككل، ولكن بالنسبة لليمن وهو يعرف ذلك جيدا أنه الصراع أساسا صراع على السلطة داخلي، ولكن وإيران لم تتدخل في اليمن إلا لما تدخلت العربية السعودية. فبالتالي إذا كنا بالفعل نريد أن ننهي هذه الحرب فيجب يعني دور الرئيسي هو للعربية السعودية، لأنه هي القوة الأكبر في هذه الحرب وهي المعادلة الصعبة. يعني أنت تحدثت على عدم وجود دور إيراني في السعودية، لكن هناك معروف على أن الحكومة اليمنية قامت بإيقاف سفن أسلحة إيرانية الصنع، وتم الإعلان عن ذلك. هذا حدث قبل دخول الحوثيين إلى صنعاء، يعني هذا دور إيراني إذن في نهاية المطاف. طيب أستاذ نبيل، يعني الآن عندما يتحدث السفير الأمريكي يقول إنهم، وأنا أقتبس من كلامي هنا، اتضح أن الحوثيين أصبحوا أسوأ من النخبة الفاسدة التي زعموا أنهم يريدون محاربتها. رغم كل ذلك يجري الحديث على أن ما يجري في اليمن هو صراع بين أطراف متعددة، ليس هناك توصيف على أن هناك انقلاب بشكل واضح وأن هناك انقلابيين وشرعية. هذا يعني ما يصفه كثيرون بالتمييع، إلى أين قد يمضي باليمن؟ يعني ما حصل هو بالفعل أنه بعد الانقلاب وسيطرة الحوثيين على صنعاء وكل شيء شمال صنعاء، ما حصل في الجنوب بعد التدخل الإقليمي هو دخول ميليشيات ودخول قوات مرتزقة، واليوم هنالك فوضى كبيرة في الجنوب، وأصبحت الحرب ذات أطراف متعددة، يعني مما يصعب على حلها بهذه السهولة كما كانت من قبل مثلا بين طرفين. إضافة الفساد الذي أشار إليه السفير، يعني الواقع هو الفساد شيء قديم في اليمن، وكانت السلطة فاسدة وكانت هنالك
عائلات كبيرة يعني تتاجر بالأسلحة، وهذا كله معروف. الآن لأن في فوضى ولأن الحكومة المركزية تقريبا غير موجودة، فالفساد ازداد، وطبيعي أن الميليشيات التي لا تقبض فلوسها من الخارج تحاول أن تستغل أشياء كثيرة، منها التهريب داخل اليمن، وهذا يعني شيء طبيعي في ظروف حرب وفي ظروف فوضى. ما نحتاجه يعني هو أن نعيد سلطة متفق عليها لكي يعود الأمن والاستقرار إلى اليمن، ولا يمكن أن نلوم الحرب كلها على الفوضى. الفوضى والفساد هما نتيجة لعدم وجود دولة ديمقراطية مستقرة. طيب أستاذ نبيل، يعني ما بين حديثك عن عدم تفاؤلك الآن وعن أن السفير الأمريكي اتضح له الآن أن الحوثيين أصبحوا أسوأ من النخبة الفاسدة، هناك وضع أصبحت به اليمن بعد في حرب، هناك ما يشبه المجاعة، هناك بلد بات على شفا الهاوية. في ذلك أستاذ أحمد، هل من المقبول أن يتضح هذا الأمر؟ وأرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نبيل. هل من المقبول أن يتضح هذا الأمر بالنسبة لدولة كبرى كالولايات المتحدة بعد حدوث كل ذلك في اليمن؟ حقيقة أنا أشعر بالأسف أن يكون هذا الموقف الذي تحدث به السيد نبيل خوري هو موقف النخبة الأمريكية، عندما تقارن ميليشيا بدولة، حتى وإن كان هناك فساد، حتى وإن كان لا يمكن السماح بأن تقوم جماعة تمتلك السلاح بالقيام بانقلاب. معروف أن العمل الديمقراطي أدواته واضحة، هناك صندوق انتخابات ويتنافس فيها الجميع، لكن أن يقبل المجتمع الأمريكي الحديث عن ميليشيا تقتحم العاصمة وتسقط الدولة ومن ثم يتم التعاطي معها تحت مبررات الفساد. الولايات المتحدة الأمريكية كانت أحد رعاة التسوية السياسية في اليمن من 2011، وهي أحد المؤثرين واللاعبين الأساسيين في مجلس الأمن، ومواقفها في مجلس الأمن ومواقفها أيضا في مراقبة التسوية كانت كلها مواقف ملتبسة وغير واضحة، ولم تنتصر أيضا حتى لمفاهيم الديمقراطية الحقيقية. وبالتالي عندما يكون الحديث أن كان هناك تصرفات مسؤولة للحوثيين قبل اجتياح صنعاء، ما هي التصرفات المسؤولة للحوثيين؟ قبل اجتياح صنعاء اجتاحوا عمران، وقبلها اجتاحوا صعدة، وقبلها حاصروا العاصمة صنعاء وقاموا بنشر الفوضى، وقاموا أيضا بتفجير المدارس والمساجد والمنازل وقتل معارضيهم. ما هي التصرفات المسؤولة التي بنيت عليها الرؤية الأمريكية بأن هؤلاء بالإمكان أن يقوموا يعني أن يكونوا طرف يعني بديل ديمقراطي أو بديل لإصلاح الوضع في اليمن؟ هذه مشكلة كبرى تتعلق بالتمييع الذي يمارس داخل الولايات المتحدة الأمريكية من قبل النخبة السياسية ومن قبل من اشتغلوا داخل اليمن من هؤلاء السياسيين الذين ربما هم ساهموا بتضليل الرأي العام الأمريكي والرأي العام حتى العربي، وما زال الدور هذا إلى الآن. ماذا لو كانت هناك جماعة مسلحة قامت باقتحام العاصمة الأمريكية وفرضت حصار على الرئيس الأمريكي؟ هل سيكون هذا هو موقف النخبة الأمريكية والنخبة الغربية من هذه الجماعة؟ وبالتالي يجب أن تضع الأمور في نصابها. الولايات المتحدة الأمريكية هي تقوم على مبادئ تتعلق بالحرية بالشفافية، وبالتالي لا يجب أن تكون هذه المبادئ حاضرة في التعامل الأمريكي داخل أمريكا، لكن عندما حين يتعلق الأمر بالعالم الثالث أن تذهب هذه جميع هذه المعايير ويتم المقارنة بين حكومة فاسدة وميليشيا قامت بارتكاب العنف. وبالتالي هناك أدوات واضحة للتغيير الديمقراطي كانت اليمن تسير فيها، كان هناك مؤتمر للحوار وكان الولايات المتحدة الأمريكية مشرفة على هذا المؤتمر للحوار، كان هناك مخرجات وكان هناك استفتاء مرحلة استعداد للاستفتاء على دستور، ومن ثم الجميع كان مشارك فيه. الحوثيين شاركوا في مؤتمر الحوار ثم انقلبوا عليه، الحوثيين اقتحموا المدن ولم يصدر أي بيان إدانة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الغربي، بل على العكس كان بيانات مجلس الأمن وبيانات المبعوث الأممي تضع جميع الأطراف في كفة واحدة تساوي بين الحكومة وبين الانقلابيين، وصورت الصراع الدائر في اليمن على أنه صراع طائفي، صراع بين قوى متطرفة، بين
بين السنة والشيعة، بين إصلاح وبين حوثيين، وبالتالي هذه كانت واحدة من المغالطات. كان هناك انقلاب على الدولة برعاية إقليمية ودولية، وكان هناك رئيس تحت الإقامة الجبرية، وما زال اليوم انتقلت إقامة الرئيس الجبرية من الداخل إلى الخارج، والولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الرئيس هادي وحكومته والأطراف السياسية معتقلون في الخارج، ومع ذلك لا يتم اتخاذ أي موقف. والولايات المتحدة الأمريكية شريكة في كل الجرائم التي ترتكب ضد اليمنيين باعتبارها أحد رعاة التسوية السياسية في اليمن منذ 2011، وأحد اللاعبين الكبار في مجلس الأمن. طيب، يعني مع وضع الاعتبار ما تفضل به ضيفي هنا الأستاذ أحمد الزرقة، أستاذ نبيل خوري، يعني وهناك الكثير ممن يعني يتحدث حول النقطة التالية، ووضع الاعتبار أيضا لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية حول السعودية تحديدا ودول الخليج، هناك من يقول على أن الأمريكان في نهاية المطاف يهدفون إلى ابتزاز الدول الخليجية بما يعني بهذه التيارات أو هذه الكيانات التي يعني تعتبر الحوثيون أحد واجهتها في المنطقة. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا كله غلط. يعني عفوا، بس الضيف الكريم معك في الاستوديو، هذه مبالغة ومغالطة. أنا من كبير منتقدي السياسة الخارجية الأمريكية، ولكن لأسباب واقعية وحقيقية، وليس لنشر المغالطات الكبيرة بأن هنالك مؤامرة وأن هنالك قوى دولية رعت الانقلاب. كل هذا غلط. يعني الانقلاب غير معترف به لا من أمريكا ولا من النخبة السياسية كما يسميها، ولا مني أنا شخصيا. كل ما هنالك أنه بالنهاية لن تفيدنا هذه المقارنات، وماذا لو حصل ذلك في أمريكا وسلطة شرعية وما إلى آخره، هذا كله لا ينفعنا. يعني أن نلقي اللوم اليوم وأن نقول أنه الحوثيين غير جديرين بأي اهتمام، مش عارف، طبعا أخطأوا، الانقلاب خطأ، وأي حل سياسي يجب أن يتضمن عودة الحوثيين إلى حجمهم الطبيعي، يعني كقوة من القوى القبلية والسياسية في اليمن، تأخذ حجم معين وتأخذ دور معين سياسي، ولا تكون مسيطرة لا على العاصمة ولا على البلد ككل. هذا ما أقوله أنا بوضوح منذ فترة، والنخبة السياسية كما أعرفها تقول نفس الشيء. ولكن لا يعني ذلك أن نصفهم ونلونهم كأنهم شياطين من جهنم، وأنه لا يمكن الاتفاق معهم لأنهم كذا وكذا. لا، هذا يعني تجديف ومغالطة. يعني هو كلام لي، يعني وعذر عن المقاطعة، هو كلام لي إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي السابق، الذي قال في آخر يعني إحاطة له في مجلس الأمن أن الحوثيين هم من عرقلوا ورفضوا التوقيع على اتفاقيات. معليش يا سيدي، معليش، معليش أنه نقول أنه عرقلوا، معليش أنه نقول ما أخذوش موقف يساعد على الوصول إلى حل، هذا كله ضمن يعني لغة احترام واحترام متبادل لكل القوى، لأنه هنالك كل القوى الموجودة اليوم في اليمن أخطأت، والحكومة المركزية الشرعية، شرعية لأنه معترف بها دوليا، أخطأت كثيرا وأساءت القيادة. يعني هي مفروض أن تلعب دور قيادي بحل دبلوماسي وبحل المشكل في البلد، ولا تفعل ذلك. هذا جنوب محرر، فماذا تفعل الحكومة الشرعية هناك؟ لا تفعل شيء. الفوضى والجوع والأمراض كلها متفشية في جنوب، فأين القيادة الرئيس هادي؟ غير موجودة. فإذا يجب، إذا انتقدنا الحوثيين ننتقد هادي وننتقد الجميع، ما نجيش نقول أنه لا هم اللي بدأوها مش عارف مين. هذا كله كلام لا يجدي. بالنهاية لا يمكن إبادة الحوثيين، ولا يجب أن يفكر الإنسان أو إن كان سعودي أو أمريكي بإبادتهم. وهل يمكن السماح باستمرار الانقلاب بهذا الشكل أستاذ نبيل، والإبقاء على السلاح مع الحوثيين كجماعة لا تعترف بالشرعية ولا تلقي أي بالا أو أي اعتبار للمرجعيات الثلاث والقرارات الدولية وإلى آخره؟ عفوا، بس هذا تفصيل. يعني أنت لما تقعد على طاولة المفاوضات تتكلم عن السلاح وتأخذ موقف أنه جمع السلاح كيف وأين إلى آخره، هذا موقف سياسي، وليس أن نقول أنه لأنه بيدهم السلاح ولحد الآن لم يقبلوا أن يتخلوا عنه
معناها أنهم شياطين وأنهم شريرين وكل ذلك. يعني خلينا بنوع من الواقعية ونحط الأشياء بحجمها الطبيعي ولا نبالغ. يعني بالنهاية هو الجماعة يجب أن يصل كل اليمنيين إلى تفاهم معهم بنوع من ندخل بتفاصيل. هذا موضوع ثاني، السلاح والتخلي عن صنعاء وكل هذا تفاصيل، ولكن لا أن نقول لا خلاص ما لازم. يعني فإذا حسب منطقكم يجب أن تستمر الحرب حتى آخر رمق لهم، هذا هو المنطق. هو ليس منطقا، أتساءل هنا فقط. على كل حال أشكرك. يعني تفضل. لا خلاص، يعني بس أنا وصلت أظن النقطة اللي أنا أقولها، أنه الجماعة أخطأوا الانقلاب خطأ ويجب أن يعودوا إلى حجمهم الطبيعي. كل هذا جيد وكل هذا معترف به ومقبول، ولكن المهم أن تقف المدافع وتوقف الحرب، ومن بعد يتم التفاهم على التفاصيل. هذا كل ما هنالك. الدبلوماسي الأمريكي السابق في اليمن أستاذ نبيل الخوري، كنت معنا عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا لك. العودة إليك أستاذ أحمد، سمعت ما تفضل به الطيف. إذن ليس هناك إشكالية يعني بأن يطرح الحوثيون السلاح وهم في الأخير مكون. أنا كنت أتمنى أن يبقى ضيفك الكريم معنا، لأنه طرح العديد. هو اعتذر لأنه هناك ضيف. يعني هو طرح العديد من النقاط اللي تحدث عن إمكانية القبول بتسوية سياسية وأن الحوثيون طرف سياسي. أولا الحوثيون ما زالوا الآن ليسوا طرف سياسي، ما زالوا ميليشيا، لم يتحولوا إلى حزب سياسي. هؤلاء يعني المشكلة أن هناك نخبة لا تدرك أن الصراع له عمق ثقافي، له عمق أيضا متعلق برؤيتها هؤلاء بأنهم أحق بالسلطة، أحق بالحكم. للآن عبد الملك الحوثي يرى أنه فوق اليمنيين وأنه أعلى منهم وأنه فوق الدولة، وبالتالي كيف يمكن أنت أن تقبل هو بالتفاوض مع الطرف؟ هو يرى أنه فوق الدولة، هو يرى أنه رئيس الرئيس أو هو المسؤول عن الرئيس. حتى الحكومة التي تابعة للحوثيين هو يرى أنه يسيرها وأنه هو ولي الفقيه، وبالتالي هذه مشكلة كبرى تتعلق أن أيضا هناك جزء ثقافي وجزء أيضا له علاقة بالعمق التاريخي في صراع اليمنيين. الحديث عن استئصال الحوثيين لا أحد يتحدث عن استئصال الحوثيين، لكن هناك حديث عن ضرورة يعني التزامهم أولا بدستور بالمواطنة المتساوية. أيضا هناك ضحايا، هناك عدالة انتقالية لا يمكن أن يتم تجريف هذا كله والحديث عن حل سياسي. ما زال الحوثي إلى اليوم يستهدف المدنيين في تعز وفي مأرب وفي الجوف وفي البيضاء وفي غيرها من المحافظات اليمنية. اليوم الحوثي يمارس الفساد علنا، يبتز المواطنين، ينهب أموالهم، وبالتالي يتحدث الخبراء الأمريكيين أن هؤلاء جماعة يجب أن يكونوا طرف في المستقبل. هؤلاء يرفضوا أصلا أن يعترفوا بالآخر، كيف يمكن الاعتراف بهم؟ وبالتالي نحن ايضا عندما يتحدث يقول ان الحكومه الجنوب والمناطق المحرره فيها فساد، يعني هل هذا ايضا نوع من التجاهل؟ يعني هي نقطه ايضا هناك كثيرون يقولون الحكومه ليست موجوده في داخل اليمن. ما الذي يمنعها؟ يعني هناك من يطرح ان الحكومه هي المسؤوله في نهايه المطاف مهما كانت المؤامرات ان صح التعبير موجوده بالنسبه لليمنيين. ما يحدث ما منع الحكومه، ما منع الرئيس هادي والحكومه من التواجد في الشمال يمنعها من التواجد في الجنوب؟ كان هناك ميليشيا الحوثي، اليوم هناك ميليشيات اخرى، كان هناك موقف واضح، الامارات والسعوديه تمنع منعا باتا عوده الرئيس هادي. حتى الحكومه ليست مرغوبه في عدن او في حضرموت او في اي منطقه. هناك خط احمر يمنع هذه الحكومة. اليوم كان وزير الدولة يصرح بهذا الكلام أنه الرئيس هذه تحت الإقامة الجبرية. وبالتالي عندما يتم تجاهل هذا ونقول لا الفساد الجنوب فيه الحكومة فاشلة في الجنوب، يا أخي مكن الحكومة من الجنوب، مكن الحكومة من أي منطقة ومن ثم سائلها. الحديث اليوم عن حتى يتحدث اليوم السفير في المقابلة عن أن هناك جهود يجب تفعيل البنك المركزي وأن الحكومة كانت تعتمد على تحويلات المغتربين. نعم. وعلى تصدير الغاز والنفط. اليوم الإمارات تمنع إعادة تصدير النفط والغاز. الإمارات اليوم تسيطر على ميناء بلحاف، والإمارات اليوم تنهب الغاز وتصدره لحسابها. اليوم المغتربين الذين يتحدث عنهم السفير في السعودية يتم ترحيلهم إلى اليمن بدون وتضييق على أعمالهم. طيب هل يشير هذا إلى نقطة ضغط على السعودية؟ لأنه أيضا يعني في حديث السفير أيضا يقول أنه أيضا بالقدر ذاته من الأهمية بالنسبة للمملكة وحلفائها أن يكون اليمن مستقرا ومزدهرا، وإلا
ستجد السعودية نفسها مسحوبة إلى معارك ومواجهات داخل اليمن. هذا ليس تحذيرا، هذا هو المنطق الحقيقي، أن استقرار اليمن هو سينعكس على المنطقة، استمرار الفوضى في اليمن ستسحب نفسها على المنطقة بالكامل. يعني كان هناك محاولة لجهود أن إذا تم تأمين الساحل سيتم تأمين الملاحة الدولية ومحاولة وعود، وهذا ما تقوم به الإمارات، محاولة لتطمين العالم، لكن الحوثي هذا أداة للتدمير الشامل. الحوثي اليوم يزرع ألغام في البحر الأحمر في باب المندب ويستهدف الجميع. الحوثي أداة واضحة لإيران، لكن اليوم الحديث حتى السفير الأمريكي عندما يتحدث عن الدور الإيراني هو يتحدث من باب الاستهلاك، من باب يعني حديث استهلاكي، وهو أيضا لكن الموقف الحقيقي لا يتخذ موقف حقيقي ضد إيران. لا، اليوم يتم الحديث عن إيران أنها دولة إرهابية، لكن أداتها في اليمن ليست إرهاب. بالتالي أنت عندما تصنف إيران إرهابية، الحوثي حركة إرهابية، مثل ما صنفت حزب الله حركة إرهابية، الحوثي هو أسوأ أو أكثر سوءا من جميع هذه الحركات في العالم، يعني يرتكب جميع الجرائم. وبالتالي أنت تقول أنه بالإمكان التفاوض معه، بالإمكان الجلوس معه حول طاولة وتسوية سياسية. وبالتالي هؤلاء النخبة، وأنا أكرر كلامي، أن النخبة الأمريكية، النخبة السياسية الأمريكية غير واضحة فيما يتعلق بالشأن اليمني. هناك أدوار مختلفة ومتعددة، كان هناك قبل يعني، وهنا يعني حتى هناك انقسام داخل صناع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يقول أن الحوثيين حركة إرهابية، هناك يقول أن هذه حركة يجب احتوائها. من يحتوي من يعني في الأخير؟ كيف يمكن احتواء ميليشيا لا تعترف بالآخر، ولا تعترف إلا بالقوة، ولا ترى في الآخر إلا طرف يعني تابع؟ أيضا كيف بالإمكان أن تكون هناك دور للحكومة المركزية أو الحكومة الشرعية في عدم وجود أصدقاء؟ للأسف لا توجد لدى الحكومة أو لا يوجد لدى اليمن أصدقاء حقيقيين. يعني كشفت هذه الأزمة أنه اليمن وحيد معزول بلا أصدقاء. حتى السعودية والإمارات الذين قالوا أنهم تدخلوا لمساعدة اليمن ليسوا أصدقاء اليمن. طيب. وبالتالي هذه مشكلة كبرى جدا. اليوم نعود إلى ربما كان في الستينات، كان هناك قوى متوازنة ساعدت اليمنيين إلى حد ما، عندما كان هناك مصر كانت دولة ذات سيادة مستقلة وذات قرار ووقفت في وجه السعودية. اليوم السعودية تقول أنها حليفك لكنها لا تقوم بما يقوم به الحلفاء. طيب، هو تحدث السفير، وأنا يعني أريد التعريج على هذه النقطة، تحدث على المجالين المهمين الإنساني والاقتصادي، وهما مجالان لم يلقيا بعد النصيب الكافي من الانتباه. هل يعني طبيعة الملفين، كيف يدار هذين الملفين الإنساني والاقتصادي، هو واضح بما هو الكفاية بالنسبة لليمنيين؟ أين مصدر الخلل؟ يا أخي، اليمنيون لا يحتاجوا أن يتحولوا إلى مجرد متلقين للمساعدات والإكراميات والغذاء. هناك مشكلة يتم معالجة المرض الأساسي. المرض الأساسي يقول أن هناك انقلاب وسقوط للدولة. الحل إعادة الدولة، إعادة الرئيس هادي، السماح لدعم الحكومة، إنهاء الانقلاب، ومن ثم يأتي قضية المساعدة ومساعدة. اليمن في اليمن بلد غني، لكن يريد يعني يريد الاستقرار. أما أنت الحديث عن أن هناك مساعدة، المساعدة تذهب إلى صنعاء ويذهب الحوثيين وينهبوها ويسرقوها ويبيعوها في السوق السوداء، والمنظمة الدولية شاهدة على جميع هذا، ومع ذلك لم يتم إدانتهم. المناطق التي تحت سيطرة الحكومة لا تذهب، حتى لا تذهب إليها المساعدات بشكل واضح. حتى وأيضا هناك أيضا جزء من الميليشيا أو جزء من الفساد في هذه في إدارة صندوق المساعدات. اليوم الإمارات والسعودية تقول أنها أنفقت 12 مليار دولار للمساعدات، وهذا نوع من الأكاذيب والمغالطات. يعني هذه القصة يعني فيها فساد وفيها منظومات كبيرة جدا. عندما الولايات المتحدة الأمريكية أو المتحدة جمعت مليار و100 مليون للمساعدات، أين ذهبت هذه؟ تذهب لمرتبات، تذهب لمصاريف، تذهب لمصاريف تشغيلية، ولكن كم نسبة ما يذهب إلى اليمنيين؟ لاحظنا قبل فترة وصول شحنات من الأدوية حتى يذهب الحوثيين ويبيعونها. الحوثيين أوقفوا برامج اللقاحات. اليوم هناك ناس يعني أمراض بأطفال مصابين بالحصبة، مصابين بالجدري، مصابين بكافة الأمراض الأوبئة، وشل الأطفال عاد إلى اليمن من جديد. كل الكوارث. وبالتالي يقول أن الملف الاقتصادي والإنساني، القصة تتعلق بحل سياسي. ما لم يكن هناك حل سياسي وإعادة للدولة، لن ستتحول اليمن إلى
بؤرة للفساد وبؤرة للالتهام جميع الأموال التي تقدم، لأن هناك منظومات سياسية فاسدة ليس فقط داخل اليمن ولكن خارج اليمن. بالتالي عندما يكون حديث أنه تم صرف مليارات الدولارات، هناك من يأكلها سواء في المراكز الدولية أو حتى في مركز سلمان أو حتى في الحكومة السعودية أو حتى في الحكومة الشرعية ولدى الحوثيين، وبالتالي هذه منظومة فساد كاملة. الحل الوحيد هو عودة الدولة، إنهاء الانقلاب، والسماح لليمنيين باستثمار أموالهم بإعادة تصدير النفط والغاز وتسليم ميناء الحديدة وميناء عدن وميناء المكلا وغيرها من المنافذ للحكومة كي تصرف مرتبات الناس. يعني اليوم الحديث عن تحويل المساعدات، كم أكبر حصة مساعدات؟ كيس رز، كيس قمح، علبة زيت، وانتهى الموضوع. اليمنيين ليسوا متسولين، وهذه يعني كما يقول مثلا لا تعطيني سمكة لكن لا، نقول لا تعطونا مساعدات أعطونا أعيدوا لنا الدولة. بهذه الكلمة أشكر تواجدك معنا أستاذ أحمد الزرق المحلل السياسي، كنت معنا في الحلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية الأفراد في الطاقم الفني، في أمان الله.